إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم في لقاء خاص سنكون ونطير إلى قطاع غزة، قطاع الصمود، غزة هاشم، لنلتقي بشاعرة ليست كباقي الشعراء، إنها شاعرة الوطن، شاعرة الجمال، شاعرة الحب، شاعرتنا الكبيرة قدرا وليس عمرا طبعا، ليلى تنيرة. أهلا وسهلا فيك يا ليلى. أهلا أستاذ جمال، شرفت كثير إني أكون معك في هذا اللقاء اليوم. طبعا أنا لم أعطيك حظك في التقديم، لأنه أنا عندي عارف كثير عنك، ولكن بدي أخليها مفاجأة للجمهور. أنا عارف عندك مواهب غير الشعر، فسنتكلم عنها جميعا، وفي النهاية الجمهور سيحكم إن كانت ليلى بتستاهل تكون معنا ولا لا. وأنا مقتنع 100% من اللي شفته إنك من أحلى شعراء غزة يا رب، وأحلى شعراء العالم. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك، وإن شاء الله يعني تكون لقاء جميل اليوم ونخرج يعني سعيدين منه. ليلى، احكي لي عن من هي ليلى، من أنت، اسمك، عمرك، وين ساكنة؟ أولا اسمي حروف أربع متناسق ترتيبها تركيبها والمعنى، اللام أولها وثالثها معا، والياء ثانيها بها يتغنى، مقصورة ألف بآخرها تجمل لفظها وتقودها للأسماء. إن كنت لم تعرف فاسمي ليلى، لم يرسم اسم مثل اسمي رسما. ليلى رائد عثمان تنيرة، أبلغ من العمر 16 عاما، من فلسطين، من غزة. أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال. الله، أنت يعني من البداية الجمهور حبك وأنا حبيتك، يا عيني عليكي. سوي لي شغلة زي هيك لجمال، اعملي لي الجيمو جمل يمشي في الصحراء، والميمو مية جنب الجمل بتشرب منها. إن شاء الله وعد مني هيك أكتب لك هيك شعر صغير يكون هيك تعرف فيه عن نفسك لقدام. أنا كثير عجبني يعني طريقة التقديم، رائعة رائعة، يعني ما صارت معي إنه واحد قدم لي نفسه بالشعر. هذا ببين إنه في معنى شاعرة، مش معنى هاوية، معنى شاعرة. طيب أنت بغزة أي مدينة؟ بغزة، في مدينة غزة. أوكي، خلينا نبدأ نحكي عن الهوايات. عندك أنت عدة هوايات، احكي لنا عنهم. عندي العديد من الهوايات، منهم كتابة الشعر وكتابة النثر، بس بميل أكثر لكتابة الشعر. بحس إنه بعبر بكلمات قليلة ولكن بمعنى كبير، حتى ولو كان شوية يعني جمل وألفاظ، ولكن إلها مدلولات كبيرة. وأيضا يعني كتابة النثر كان جزء من هواياتي، ولكن أجد نفسي لما أكون عندي إلهام بأميل أكثر إني أكتب شعر وليس نثر. ولك قصص، أنت بتكتبي قصص كمان صحيح؟ صحيح، بكتب قصص، ولكن بعد بدأت أنا كبداية في الكتابة، بدأت أكتب قصص أولا، بعدها تحولت لكتابة الخواطر، وبعد من الخواطر تحولت للشعر الموزون. ولكن بعد ما تعرفت على الشعر الموزون، بعد ما تعرفت على النثر، حسيت حالي شوي بعيدة عن كتابة القصص، إنه بطلت من جوي، فحسيت إنه لازم هيك جدد فكري. فشوي بدت ليلى تبعد عن كتابة القصص، ولو إنها ليلى يعني بتحب تكتبها. طيب إحنا حنسمع من هون ومن هون، ما تخافوا يا الجمهور، حنسمع حنسمعكم، يعني ليلى حتكون إن شاء الله كريمة معنا الليلة هاي. ليلى، احكي لي مين بدعمك، او متى بدات، اول شيء متى بدات هذه الهوايات معك؟ اي عمر، اي صف تقريبا؟ ليلى بدات طبعا اول داعم لي كان ماما. من وانا صغيره حست ان انا عندي شوي هيك موهبه. من انا صغيره كنت احكي، احفظ بالعجل وأعبر يعني بتعبيرات شوي مجنونة على إنها تكون تعبير لطفلة صغيرة. فبدأت من وأنا بصف رابع أكتب قصص، أشارك فيها بمسابقات للمدرسة، أشارك فيها بأنزلها هيك، يعني إنه أحكيها قدام أقاربنا في جمعات، وكان الكل يحكي إنه يعني يعجبه الإشي اللي أنا بحكيه. بعد هيك بدت ماما ترسلني إنه تسجلني بدورات عشان تطور موهبتي، وتلاقي إنه حد يصقلها من وهي صغيرة على أساس إنها تنبت يعني وتكون إشي كتير كويس لقدام. فبعد هيك بعد ما أرسلتني على دورات تعلمت من فضلها، يعني شكرا لها طبعا. يعني أكتب كيف النثر، تعلمت الأساسيات، الجمالات، في كيف إني أكون الجمالات فأنا بكتب، تعلمت الشعر الموزون، بحور الشعر، وبعد هيك هينا وصلنا للي إحنا عليه يعني حاليا. يعني أنت بتكتبي على شعر موزون؟ كتبت شعر موزون، في تعلمت 16 بحر، يعني كذا بحر منهم بحس حالي بكتب عليهم على طول فبطلع عليهم الشيء اللي أنا بكتبه. كتبت 12 قصيدة موزونة، منهم طبعا شعر حر ومنهم شعر مقصى. وكتبت أيضا رواية، وهاي الرواية هي قيد النشر حاليا. طبعا هاي الرواية هي تنتظر الدعم، انه في قطاع غزة عندنا احنا الامكانيات قليلة، فصعب انك تلاقي حدا يتبنى المواهب في قطاع غزة، ولو انه قطاع غزة منبع للمواهب وفي كتير ناس تنتظر حد يكتشفها ويطلعها للعلن. فروايتي يعني أنا كتباها من وأنا بصف سادس، أنا هلأ بصف 11، لحتى الآن بحاول يعني إني أطلعها، كذا مرة عدت صياغتها وأنا عم بستنى إنه حد يطلعها، عدت صياغتها مرتين، وهيها بنسختها الجديدة إن شاء الله قيد النشر، ويعني إن شاء الله تطلع للعالم قريبا. يعني هذه يمكن رسالة من ليلى لشرفاء العالم، الاطلاع على الطفل الفلسطيني وخاصة الطفل اللي موجود في قطاع غزة، في صعوبات، عندهم مواهب رائعة. أنا بحكي دائما هم رجال من صغرهم، بعلمونا كيف أن نكون رجالا. فليلى يعني من أحد، هي واحد من أطفال غزة، يعني يمكن من نفس هذا النوع تلاقي آلاف اللي قادرين وعندهم إبداع، ولكن للأسف لا يوجد عندهم دعم. طيب، هواية الكتابة الآن توقفت عنها نهائيا؟ لا، لم أتوقف عنها. صح تيجي فترات بتكون مثلا علينا دراسة متراكمة بالمدرسة أو فترة امتحانات، طبعا أنا في هاي الفترة بحاول إني شوي أركز على دراستي فما بكتب فيها، ولكن أي فترة بكون فيها أنا بوقت فراغ لا شعوريا بعد أي موقف بمر فيه بفرحني أو بخليني حزينة بتوجه للكتابة، لأنها تكون الإشي اللي أنا بنفس فيه عن مشاعري. طب سمعينا إشي من كتاباتك الشعرية، خلينا نحكي. إيش حابب تبدأ بالأول، بقصيدة وطنية ولا قصيدة وطنية؟ أول حاجة رح أبدأ بقصيدة عن غزة، وهي القصيدة انكتبت في الحصار الأخير اللي مرت في قطاع غزة. طبعا ما حد ضل ما عرف عن الحصار المخيف اللي صار في قطاع غزة، والعدوان اللي كان يعني بيخاف منه الكبير قبل الصغير. فهاي القصيدة أتمنى أنها تعجبك، هي اسمها غزة. أنحلقي رغم الحصار وأنبسطي أحلامك آمالك فوق الدمار، فلعلك قد تبسطين الأجنحة. انحلقي كي تسألي من في السماء، هل غيرك متألم؟ هل مثلك متنعم؟ تبغين حلا عاجلا كي تكشفي عن ذي الخبايا الأقنعة، ولك حياة بائسة محبوسة في عالم قد شيدوه من السواد، نسجوا خلوف حياتك من جنة أضحت بقايا كالرماد، حرموا الضياء زيارة لعيونك، منعوا الهواء بأن يكون مكفكفا لدموع قهر، أنجبت بجفونك، غرسوا ليوب وحوشهم في صدرك، في قلبك، في عمق صميمك، قاومت كل فعالهم، وصمت رغم أنوفهم، وزرعت في أعماقهم خوفا رهيبا قاهرا، فجعلتهم يتقهقرون. والله إنك تشبهين فراشة خرجت فأبصرت الضياء وحلقت في عالم العلياء والأضواء، لكنها في رحلة قد أوقعت في شرك عنكب من عناكب ذا الزمان، وبفضل مقطار حسود راغب في طردها من عالم الأضواء. قد قاتلت بل دافعت حتى تخلص نفسها وحياتها، وبدون شك عاجلا أم آجلا فستنتصر. هذه حكاية أرض عز عائد، هذه حكاية غزة الأبطال. الله الله، فعلا شعر رائع، موزون وجميل ورائع رائع رائع. معلش الكوفية وراكي وقعت، بس انت رافعة راسنا، انت رافعة راسنا، انت الكوفية اللي بنحطها فوق راسنا يا ليلى، يعني ما شاء الله عليكي. ابداع ابداع. احكي لي شو الوان الشعر اللي بتكتبيها؟ كنوع يعني انواعه ولا يا انت شيء ثاني؟ يعني حكيتي لي وطني، هل تكتبي مثلا عن الام؟ هل بتكتبي عن رومانسي؟ هل بتكتبي اشياء زي هيك؟ كان عندي قصتين كتبتهم عن الأم. بحس إنه ماما هي يعني كل ما يجيني الإلهام أكتب عن إشي حلو بتيجي صورة ماما هيك في وجهي. فكتير عندي قصتين بحسهم أحلى قصتين كتبتهم هم عن ماما. بكتب شعر وطني، شعر ممكن يكون وصفي بس إني بوصف كإشي معين، ممكن يكون شعر في مرة يعني أكتب مثلا عن غروب الشمس، عن المشاعر. مثلا في شعر كتبته عن محكمة المشاعر كان اسمه، كان إنه وصف لكل شعور إحنا بنشعره. في كتير أشعار كتبتها، وكل شعر بحسه له طابعه الخاص، ما بقدر أحكي إشي بيميزهم كلهم ككل، لكن بقدر أحكي لك إشي واحد إنه أنت رح تقرأ هاي الأشعار ورح تعجبك. أكيد، أنا يعني من أول القصيدة هيك خلص أنت بطحتيني أرضا كما يقال. طب بدنا نسمع إشي لماما، يعني ماما أنت قديش بتحبيها وقديش عم تحكي إنها داعماكي، أكيد بدها يعني قصيدة مني. إن شاء الله رح تعجبك كثير هاي القصيدة، هاي القصيدة بعنوان مهما عرفتك. مهما عرفتك إنني لم أعرفك، قلبي إليك هديته كي يسألك، من أين حبك وابتسامتك التي تشفي جروحي، يا ترى من أين لك، من أين صبرك واحتواؤك للبلاء كي تسعدي قلبي ولو إن أحزنك، عيناك لؤلؤتا محار ضائع قرب المحيط، فما الذي قد ضل لك، أنت الطريق إلى وجود ضائع، فلتفتحي أبوابك كي أسلكك، يا جنتي في الأرض حبك لعنة أسرت فؤادي في ثنايا أعينك، ويقال أني شاعر لكنني متلعثم والله إن قورنت بك، من قال أنك في حياتي هامش وحياتي جامدة بدونك أو معك، أهديك قلبا كلما مرت به عيناك، قال بسره ما أجملك. الله ما أجملك، يا الله، الله يحفظ لك أمك ويحفظ لك أهلك كلهم ويحفظ لك كل من تحبي يا رب، وتكونوا دائما بصحة وسعادة يا رب. ليلى احكي لي عن المدرسة، هل دعمتك ساعدتك؟ بالنسبة للمدرسة كانت أول دورة الدورة اللي بحسها كانت النقلة النوعية اللي أوجدت ليلى، كانت هي دورة في المدرسة استمرت لعام كامل، وكانت هاي الدورة اللي علمت ليلى الطريق اللي تمشي عليه، وضحت لها وين تمشي وكيف تمشي ولمين تكتب وكيف تكتب. وهي فيها بعد ما كتبت يعني خضت هاي الدورة اجتني فكرة اني اكتب الرواية، وبعد ما خلصتها يعني لقيت كتبت الرواية وحسيت هيك فخورة شوي بحالي انه اشي جديد بعمله، ولحتى الان يعني ضايله فخورة كل اني بعد ما ارجع باترك الرواية شوي وبعد ارجع اقراها بحس انه جد انه اشي حلو ان انا كاتبة هذا الاشي، ولو اني بتمنى جدا انه يعني تلاقي الدعم وتنتشر وتصير عمل مطبوع ورقي اي حد يمسكه. كمان ما يحكي انه هذا الانتاج وهذا الكيان بيعود لليلى. طب ليلى تسمعينا شغله من هاي الروايه كثير انا اشتقت لها. هاي الروايه هي روايه عن الاسره. كان اول اشي خطر في بالي اكتبه كاول تعريف لفلسطين واول اشي بتحس برمز لفلسطين لما نحكي عنه. هاي الرواية هذا المقطع من الرواية حيكون بين البطل والبطلة تاعون الرواية. يلا. قالت له مرة: أسوأ اللحظات التي نمر بها هي أكثرها سعادة. ولما؟ لأنها سوف تنتهي وتصبح مجرد ذكريات، والذكريات إصابات، كلما حركتها آلمتك، كلما سمعتها عادت إصابتك إلى حالتها الأولى. دقت ناقوس الحزن في أعماقك وتناغمت مع دقات قلبك وصنعت لحنا حزينا، كلما سمعته عادت إصابتك إلى حالتها الأولى. وإن حدث وعافى عليها الزمان فالتأمت، فسوف تبقى تخشى الاقتراب منها حتى لا تثيرها مرة أخرى فتنقلب عليك انقلابا مضاعفا. سوف تغدو مجرد ألم تخشى حدوثه ونقطة حمراء في تاريخك يمكن لأي أحد أن يستخدمها ليوقعك مرة أخرى. والحل علينا ألا نمر بهذه اللحظات السعيدة أبدا. في الواقع تلك اللحظات سوف تخط بحبر سري في ذاتك. ليلى على أرض الواقع، هل ترى هذا الغروب؟ إنه يشبهنا في جمالنا، لست أدري، إنه يشبهنا وحسب، لقد رأيتنا فيه، ربما لأننا حتى عندما نتلاشى نصنع جمالا يسعد به من حولنا ولا ننقل مشاعرنا للآخرين. الله الله الله. طيب في حدا عندك معلم لغة عربية بيساعدك بالتصليح أحيانا باللفظ؟ عادة لما بدي ألجأ لحد ممكن أحكي إن أنا إعرابي أو يعني كنوع من القواعد أو الإمكانات اللغوية عندي جيدة بعد ما قرأت الكثير من الكتب وبعد ما قرأت أشعار أيضا عشان أنمي موهبتي الشعرية. أحيانا ألجأ لماما أنها تساعدني في إذا كان النصوص فيها أي أخطاء، ولكن غالبا بأكون يعني لنفسي، لأنها يعني لما أروح لماما هي حافظة لكتاب الله فهي يعني شوي يعني لغتها جيدة أيضا، ف يعني حاسة إني أنا وماما بنكون هيك كثنائي جيد لما يكون هيك نشرف على النص. الله يحفظ لك إياها. نعم. طيب احكي لي شوية عن الكتاب هذا، إمتى حيطبع أو الرواية إمتى حتطبع وإمتى حيبدأ نشرها؟ والله ما أنا عارفة. لسه ما أوكي. هل سميتيها، هل في اسم؟ طبعا اسمها هو انبثاق الفجر. حلو. وهي تتكلم عن قصة أسير من لما فات سجون الاحتلال وكيف مر فيه من التحقيق. طبعا مش حابة احكي لك اكثر من هيك على اساس ان شاء الله في يوم من الايام حتمسكها وحتقراها بنفسك، فانه مش لازم احرق عليك. بدي اياها موقعة منك. اكيد احلى توقيع رح يجي لك ان شاء الله. تسلمي تسلمي. طيب طبعا انا فهمت انك انت واجهتي بعض الصعوبات وبتواجهي هذه الصعوبات. احكي لي شوي عن الصعوبات اللي بتواجهوها في غزة كأطفال بشكل عام، كيف مواهبكم بتنموها؟ شو الصعوبات اللي بتواجهوها لتنمية مواهبكم؟ أول صعوبة ممكن إنك تواجهها بغزة هي قلة الإمكانيات، قلة الناس الموجودة عشان تدعم مواهب، وقلة الناس اللي بتقدر إنها لما تمسك مواهب إنها تطلعهم بشكل صحيح للناس. بالنسبة لهذا الإشي غزة ليست مكان ممكن أن تحكي عنه مقبرة، على العكس غزة منبع مليء بالمواهب بشكل لا تتوقعه. أنا عايشة بغزة، بعرف كتير ناس من كل مكان رحت له، عندي أصدقاء أغلب هذول الأصدقاء عندهم مواهب، بحبوا يرسموا، بحبوا يكتبوا شعر، بحبوا يغنوا، بحبوا يصبحوا ويرفعوا راية فلسطين معهم. ولكن الصعوبة هان إن أنت تلاقي حدا لما يمسكهم يطلعهم ويقدر إنه يوصل صوتهم لأكبر عدد ممكن من الناس. هاي أول صعوبة بغزة. فطبعا الصعوبة الثانية هي طبعا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. زي ما حكيت لك العدوان الأخير على القطاع كان جدا مرعب، جدا جدا مرعب. إشي إنك تسمع صوت القصف وإنه مش إشي الواحد بيقدر يعتاد عليه أبدا، إنك أنت لما تسمع صوت خبطة ولو كانت بعيدة أنت أول إشي هيخطر بالك مكان أماكن تحطمت، التغت عن وجه التاريخ، وأماكن ناس قاعدة بتموت. لو أنت شايفها من بعيد أو سمعها الخبطة حتى لو ما أنت خفت منها، أنت عارف إنه في ناس جنبها هناك وناس قاعدة بتعاني وبتصرخ. كلنا متكاتفين هنا في غزة وحاسين في بعض، ولو كانت الخبطة جنبك أو بعيدة عنك أنت مجرد طفل. أنا كطفل برجع على البيت يكون أول همي ماما إحنا شو طبخين اليوم، أو يلا تعالوا العبوا معنا، أو العيد بدنا نطلع نلعب مع بعض، بننبسط، نروح على المدرسة، ناخذ دورات. إشي عادي الطفل، ليه إحنا يعني بس نعمل مجرد تحرك صغير بنصير إرهابيين؟ في يعني مش منطقي الموضوع. كيف قضيتوا العيد الماضي؟ نعم كيف قضيتوا العيد الماضي لما كان في قصف على غزة؟ ما كانش عيد أصلا، ما بنقدرش إنه نسميه عيد بشكل عام، لأنه يعني كنا خايفين إنه نروح. الناس اللي طلعت من دورها اغلبهم تصاوبوا وفي منهم استشهدوا، ما قدرناش نقضي اجواء عائليه بنقدر ان احنا نحكي عنها ان احنا فرحنا فيها. غالبا كان همنا انه احنا كيف بنضل عايشين لبكره، مش انه كيف بدي اتعيد والبس اواعي العيد. يعني لبسه العيد اللي انا لبستها اللي شريتها ما لبستهاش، ضلت بالخزانه. ويعني جد كان مرعب، مرعب جدا الوضع. لما انت تصحى الصبح كنت بدك تطلع تصلي على صلاة العيد، تروح مع يعني اصدقائك، قرايبك، تلاقي بدل اذان الفجر يصحيك صوت صاروخ. جد يعني جد والله ما بقدرش اوصف لك كم الخوف اللي كنا عايشينه بهاي الحرب. يا رب ان شاء الله عمرها ما تنعاد، تتحرر فلسطين ونصير يعني بلد امن، ويا رب ان شاء الله. الله يقويكم يا رب، الله يقويكم وينصركم يا رب. طيب خلينا نرجع للأدب، مين من الكتاب اللي بتحبي تقرأي له؟ بحب أقرأ في كتاب عرب وكتاب أجانب. بالنسبة للكتاب العرب بحب أقرأ لغسان كنفاني اللي هو رمز القضية الفلسطينية، بقدر أحكي عنه بالنسبة إلي. وكمان إشي يعني هيك بحبه إنه أنا عيد ميلادي هو نفسه يوم زي ما بتحكي انه مش اني فرحانه بهذا الاشي، بس هو يوم اغتيال غسان كنفاني. فانا بذكرني انه زي كيف بحس انه رمز بالنسبه لي انه زي اختفاء نجم، وان شاء الله يعني ولاده نجم اخر. يعني بحس هيك شيء حلو يعني بالنسبه لي، ولو انه كانت خساره جدا كبيره بالنسبه لفلسطين وللامه الفلسطينيه. بحب اقرا، قريت له روايه عائد الى حيفا، رجال في الشمس. الشعب الفلسطيني لا يموت، يولد كل يوم. يعني هو طبعا يعني الله يقويكم يا رب، وتكوني ان شاء الله يا رب ان شاء الله خليفه غسان كنفاني في الروايه الفلسطينيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الاجانب بحب أقرأ الروايات البوليسية لأغاثا كريستي. حلو. بحسها الغموض اللي فيها حلو، ولو انها يعني فيش فيها إشي يعني كنوع من إله ما فيش إله علاقة بالقضية الفلسطينية نعم، ولكن بحسه إشي كتسلية وترفيه. وأيضا الروايات البوليسية لآرثر كونان داويل اللي هي روايات شارلوك هولمز، بحب الروايات البوليسية بشكل عام يعني آرثر كونان داويل وأرسن لوبين هيك بحسها شوي بتنشط مخي. شو حابة تطلعي بس تكبري؟ إن شاء الله إذا في نصيب، ويعني إن شاء الله بيكون في نصيب، دكتورة جراحة مخ وأعصاب. ما شاء الله ما شاء الله. ليش دكتورة ليش؟ أول حاجة بما إن أنا مش حاطة إشي بعيد عن منالي، يعني بحس إنه المعدل الدراسي جيد جدا، إنه بقدر إنه إن شاء الله نظل زي ما هو في توجيهي، بقدر إني أفوت هذا الإشي. بحس إنه الطب أو إنك تكون طبيب هو إشي بيخليك تشوف ناس، تتعرف شو صار معاهم، تقدر انك بعد ما تعالجهم تشوف ابتساماتهم. اهم اشي الابتسامة في الحياة، والله فيش اشي اجمل من انك تكون حاسس بانك انت قدرت ترسم البسمة على وجه شخص او وجه كل اللي بعرفوه. يعني هذا اشي بضحك بس وانا بتخيل انه حيصير. ان شاء الله ان شاء الله الله ينولك مرادك. طيب نرجع للشعراء، مين الشعراء اللي بتحبي تقرأي لهم؟ بحب أقرأ لمحمود درويش وتميم البرغوثي، وبحب أقرأ لأحمد مطر، وأيضا لتوفيق زياد. حلو. تحبي تسمعينا إشي لواحد منهم؟ شوي بس يجي في بالي قصيدة. أوكي تمام. بيتي تفضل. هاي القصيدة لتوفيق زياد اللي هي على جذع زيتونة. لأني لا أحيك الصوف، لأني كل يوم عرضة لأوامر التوقيف، وبيتي عرضة لزيارة البوليس للتفتيش والتنظيف، لأني عاجز أن أشتري ورقا، سأحفر كلما ألقى، سأحفر كل أسراري على زيتونة في ساحة الدار، سأحفر رقم كل قسيمة من أرضنا سربت، وموقع قريتي وحدودها، وبيوت أهليها التي نسفت، وأشجاري التي اقتلعت، وكل زهيرة برية سحقت، لكي أذكر وكي تذكر، سأبقى قائما أحفر جميع فصول مأساتي وكل مراحل النكبة، من الحبة إلى القبة على زيتونة في ساحة الدار. الله الله أبدعتي. بدي منك رسالة للعالم وتنهي معنا في قصيدة بتحبيها انت، سواء انت كاتباها او قراتيها لحد. رسالتك للعالم. الرساله هاي للعالم، اول حاجه انهم ما يحكموا على قضيه فلسطين بمجرد المنشورات او البوستات اللي بيشوفوها في اي مكان في مواقع التواصل الاجتماعي. ما حدا ما قدر يزور فلسطين ويشوف بنفسه اللي بيصير هنا بيقدر يتكلم اي كلمه عن هاي القضيه المشرفه، أو يقدر إنه يحكي عنها أي كلمة وهو مش عارف. أي حدا إجا فلسطين وشاف الناس اللي بفلسطين، الفلسطينيين الأصيلين بغض النظر عن ديانتهم، ما بقدر يحكي أي كلمة عنهم لأنه بنفسه اقتنع حيكون بأنه هم قضية، يعني هم أصحاب الأرض. فأنا بحكي إنه ادعموا فلسطين، حاولوا إنكم تكتشفوا المواهب اللي في فلسطين، وحاولوا إنكم تنصروا قضية فلسطين وتكونوا معنا، لأنه أي صوت واحد بس واحد ممكن يأثر على اللي هي مصداقية هاي القضية حول العالم. بدنا قصيدة منك. أبدعتي. قصيدة رح أحكي قصيدة. هاي القصيدة عن وعد بالفوز. حلو. في هذه الذكرى لنا بكت السماء عيونها قد أمطرت أمطارا، وأعد الخسيس بنيه دارا في جنان لا يستحق بنيه فيها دارا، أو حتى من لا يستحق كرامة يحيا بها ويعاكس الأقدار، أوهبته عزا وملكا زائفا ووهبته رغم الحقار وقارا، ومن استحق فلم تهب سوى الردى، أوليس فعلا يقبل استنكارا، أوليس فعلا شائنا جرح الفؤاد، أوليس جارحه يعد حمارا. أرض لنا لم تنكسر يوما عزيمتها، تأكد واسأل الأحرار والأبرار، في هذه الذكرى لنا بكت السماء عيونها قد أمطرت أمطارا. في هذه الذكرى لنا بكت السماء عيونها قد أمطرت أمطارا، قد قام ملعون بسحق ورودنا، أيصير عيبا أن نثور مرارا؟ تلك الورود كتاب عز قد حوى خطوات قوم لم يدوسوا عارا، والشوك مع قلبي بكاها نائحا، رباه أني أولئك الأصغارا، ما كنت أحسبني بقول مشرد سأعيش من بعد الدمار دمارا. يا أخت بدلك الأيادي كلها، أفلم تطل أيديك ذي الأقمارا، أفلم تطل أيديك شعبا غيرنا، أم كنت فيهم خائفا محتارا؟ يا إخوتي في الله فلتتفاءلوا، فالحق رغم الظلم لن ينهارا، وستخلف الوعد الذي أديته، وتفيق من أحلامك مستثارا، وستشهد الحق الذي بلغ الذرى وتجاوز الأخطاء والأشرارا، وتجاوز الأخطاء والأشرار. الله، سلمت يداك ولا فض فوق، يعني شيء جميل ورائع، يعني أبدعتي. أنا طبعا بعد ما سمعنا رسالة من ليلى، أنا بدي أحكي رسالة للعالم ولشرفاء العالم يدعموا ليلى. يعني ليلى عندها هوايات أكثر من رائعة، زي ما سمعتوا قصائد جميلة جدا، عندها رواية جاهزة للنشر ولكن تحتاج الدعم. الدعم قد يكون مالي، قد يكون معنوي، قد يكون بتبني هذه الموهبة. الدعم لا يكون فقط بشيء بسيط، ولكن بأي شيء ممكن نسويه، ممكن يكون بالدعاء لها أنه ربنا يوفقها. فأرجو من يستطيع أن يدعم ليلى سواء هي أو باقي أطفال غزة أن يقوم بذلك، لأنه سيرسم. ليلى كان عندها أمل إنها تصير طبيبة فقط لترسم البسمة على شفاه الآخرين، فلماذا لا يوجد شخص يرسم البسمة على وجه ليلى؟ إن شاء الله نرى هذا الكتاب، وأنا زي ما حكيت ليلى بدي نسخة منه موقعة من الكاتبة والشاعرة ليلى إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكر جميع من كان معنا في هذه الليلة، وأشكر ليلى التي كانت معنا من قلب غزة مباشر. شكرا لك ليلى، وشكرا لأهلك ولجميع من دعمك من المدرسة والأصدقاء والحي، نتمنى لهم كل التوفيق. تفضلي. شكرا لك طبعا الأستاذ جمال على هذا اللقاء الرائع، وعلى هاي الفرصة اللي أعطتني إياها علشان أطلع الإشي المدفون في جواتي، وإن شاء الله أتمنى من يعني أي حد سمع أو أي حد عجبته إن شاء الله عجبته يعني موهبتي إنه يدعمني زي ما قال الأستاذ جمال بأي شيء هو بيقدر عليه، وإن شاء الله في يوم من الأيام بتكون فلسطين حرة، وإن شاء الله تمام تقلقش، رح أعطيك الشعر اللي وعدتك فيه والرواية موقعة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. كنا مع خليفة غسان كنفاني في الرواية الفلسطينية ليلى. أنا مبسوط كثير، شكرا لك وشكرا لجميع من شاهدنا، نستودعكم الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.